الفن مرآة المجتمع، صحيح مقولة تثبت صحتها يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، وهالمراية تعكس كل شيء جيد أو سيء. ومن هنا ظهرت الفكرة الرئيسية للسيد هيثم الأمين، مؤلف ومخرج المسلسل السوداني ود المك، إذا نطقتها صح. الأمين بمسلسله هذا دخل حقل ألغام، حقل ألغام حقيقي. ليه؟ لأنه انتقد شخصية في المجتمع السوداني لم يجرؤ كاتب سابق على انتقادها، رجل الدين. يعني هو انتقد رجل الدين الشيخ الرفاعي اللي يعرض مسلسله، يعرض عفوا مسلسله على القنوات المحلية في السودان. الشيخ الرفاعي يعرض له مسلسل على القنوات المحلية في السودان كشخصية دينية تجسد كل معاني الانتهازية والوصولية واللعب على وتر الدين للسيطرة على البسطاء. المجتمع السوداني المتدين البسيط والنقي انقسم إلى قسمين. قسم انتقد تعرض لرجل دين بهالصورة السيئة وطالب بوقف عرض المسلسل، وقسم شجع جرأة المؤلف والمخرج في إظهار هذه الفئة السيئة من رجال الدين. فإذا بجاري ميم عين لا أريد أن أذكر اسمه وهو موجود الآن في هذا المسجد، وأنا في سطوحي أريد أن أنام إذا به ومعه نفر كثير أعوذ بالله يتعاطون الخمر في عز الليل. وليس هذا فقط، إنما يغنون بأصوات عالية دون مراعاة للجار. هل هذا يستقيم؟ أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار، أين أنتم من ذلك؟ أحباب الله، ليس هذا وحده، إنما هنالك وفي هذا الحي أيضا شباب، للأسف شباب غض، شباب مستقبل واعد، يتعاطون المخدرات. مثل ما شفتوا المقطع السابق اللي كان فيه الشيخ الرفاعي وهو يخطب على المنبر، وهي الشخصية اللي أداها الفنان السوداني صلاح أحمد باقتدار شديد. حقيقة الفنان السوداني صلاح أحمد هو ضيف معنا في هذه الفقرة، نسأله عن المسلسل الذي أثار ضجة ود المك. أستاذ صلاح أهلا وسهلا بك معنا. سؤال الأول لك، إيش معنى العنوان ود المك ولا ود المك؟ يعني كيف تنطق وما معناها؟ السلام عليكم، رمضان كريم، صباح على خير. مسلسل ود المك هو شخصية لشخصية اسمها ود المك، عايشة كانت في واحدة من القرى السودان، حصلت له ظروف اقتصادية واجتماعية كثيرة جدا جدا، انتقلت بعدها إلى العاصمة. دارت الأحداث بعد ذلك على هذا المسلسل. المسلسل يتناول قضايا اجتماعية مختلفة، يتكلم عن الفساد الاجتماعي الاقتصادي السياسي الفساد الأسري بشكل عام. طب انت كفنان يعني تؤدي دور شخصيه حقيقيه، فعلا في شخصيه حقيقيه اسمها ولد المك، عاشت في السودان، عاشت في الخرطوم، وكانت بالصفات اللي عكسها المسلسل، صحيح؟ نعم. طيب يعني انت عشت انا اودي شخصيه الشيخ الرفاعي. الشيخ الرفاعي، انا اودي شخصيه الشيخ الرفاعي وليس الشيخ وليس ولد المك. طب ليش اسم العمل ولد المك؟ دلمك هي شخصية أساسية برضو في المسلسل، مبنية عليه كل الأحداث في 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 المسلسل. هو بيجي في حي معين، بيكون فيه موجود كل الشيخ ده موجود وكل الناس الموجودين في المسلسل، يعني محور المسلسل هو. طيب مين هو الآن الشيخ اللي هو صاحب وجهين في المسلسل؟ هو ود المك ولا الشيخ الرفاعي؟ الشيخ الرفاعي اللي هو سعادتكم طبعا كفنان صلاح صلاح أحمد في العمل. نعم والله أنا شفت مقاطع من العمل، وحقيقة واضح أنك أنت أجد جدا يا أستاذ صلاح، لدرجة أنه الواحد فعلا يحس أنه جالس أمام فضيلة شيخ إمام مسجد محترم ويؤدي دوره بكل يعني أمانة وإخلاص. وكنت كذلك في العمل، لكن ما شفنا الوجه الآخر من العمل اللي هو الدور رجل الدين اللي هو يحاول يستغل البسطاء. وين شعرت أنك أنه فعلا هذا العمل، أو في لحظة معينة في العمل هذا، أنه استغلال البسطاء هذا عمل متاح لأي رجل دين؟ أو أنت شعرت واو أنه والله أنت الآن أصبحت رجل فعلا قادر على
بنفوذك الديني أو ما تظهر به من عباءة دينية قادر على استغلال الوسطاء، وين حسيت قوتك في هالمجال؟ أولا شخصية الشيخ الرفاعي هي شخصية واحدة من خطوط المسلسل. ليس كل المسلسل يتحدث عن الشيخ الرفاعي، هنالك 6-7 خطوط أخرى تحدث عن فساد في مختلف المجالات. الشيخ الرفاعي في المسلسل هو رجل دين ملتزم دينيا، ملتزم بالدين، لكنه الشخصية تدور في حول تعامله مع الآخرين، يعني يتعامل مع الآخرين بطريقة متناقضة، يتعامل مع الآخرين بطريقة حادة. سلوكه الشخصي، أنا حأتكلم عن سلوك هذا رجل الدين هذا الشخصي، وليس إساءة لرجل الدين أو كلام غير صحيح عن رجل الدين، وهذه شريحة موجودة. نتكلم عن السلوك الشخصي الخاص برجل الدين وتعامله مع الآخرين، مع ناس الحي، مع أسرته، مع مكان عمله، بجفاف وقسوة يعني. وشريحة شرحه بجفاف وقسوة، ومن خلال المسلسل اللي قدام تتضح أنه انعكاسات هذا التعامل على الناس اللي حوله يعني. لكن هو أيضا بوجهين يعني، هو من ناحية هو رجل دين على المنبر والصناس، ومن ناحية أخرى بيستغل البسطاء. طب بيستغلهم في إيه؟ إيش الشيء اللي هو بيستغلهم فيه تحديدا؟ هو لا يستغل البسطاء، هو شخصية ليست كذلك، هو شخصية رجل دين متناقض، يقول شيء ويفعل شيء آخر. وهو نحن أساسا المسلسل ليس مقصود به رجال الدين تحديدا، إنما هنالك من يدعون إنهم رجال الدين، إنما هنالك من ينتحلون صفات رجال الدين. طيب هو ليس رجال الدين في حد ذاته، بس الشيخ الرفاعي هو إمام مسجد، يعني يفترض أمام الناس وأمام العامة هو رجل دين. نعم هنالك من يدعون أنهم رجال دين وهم شيوخ، وهم في يصرون خلاف ما يبطنون، وهذه شريحة موجودة. ولكن هذا لا يعفي أن هنالك رجال دين محترمين، رجال دين ممتازين جدا، لكن نعم. هذه شريحة موجودة، ولا بد أن نناقش هذه الشريحة زي الشرائح الأخرى الموجودة في. نعم، هو صحيح فعلا مثل ما ذكرت أنا في المقدمة، الفن مرآة المجتمع، ويبدو أنه هذا المسلسل فعلا عكس صورة لشيء موجود في المجتمع السوداني. طيب ليش برأيك أثار هذا الجدل؟ إذا هذا النموذج موجود بالفعل، ليش الناس تزعل؟ وأنا أقول لك حاجة، هو تقريبا منذ استقلال السودان ما في جهة أو دراما تتناول شخصيات رجال الدين أو الشيوخ والأئمة بشكل عام يعني. ويفتكروا هذه المسألة وهذه الشريحة مقدسة أو هذه الشريحة لا تخطي أبدا يعني، وهذا كلام غير صحيح يعني. نحن نغير ونعترف أن هنالك نسبة كبيرة جدا من الشيوخ المحترمين المبجلين، لا شك في ذلك أبدا، لكن برضو هنالك في شريحة حتى لو قليلة جدا لكن أثرت تأثير سالب على الجانب الصالح والطالح، الجانب المشرق في هذه الشريحة، بالتالي كان لابد من تناولها. وأنا أسأل سؤال، لماذا أنا لما أتناول شخصية بتاعت موظف أو محامي أو مهندس أو طبيب وأشرحه من خلال الدراما وانتقده وأحاول أن أعالج القصور الموجود فيه، لماذا لا ألمس شخصية رجال الدين؟ هذا سؤال منطقي وجيد حقيقة. أشكرك، هو فعلا ليش احنا يعني نغض النظر في النهاية لو ذكرنا عن مثالب وسلبيات موظف الدولة أو المحامي الناس تسكت، في حين أنه رجل الدين لا، عنده قهالة وقدسية لا تسمح لأحد أن حتى يجرح فيه أو ينتقده، وهذا اللي أنت عملته في ود المكة. نحن بشر أستاذ هاني، كله بشر خطاء. طيب أنت تشوف أنه هذا العمل، هل ممكن نصنف أنه هذا العمل بما أثاره من ضجة في رمضان تحديدا قد يكون فاتح لأعمال قادمة أكثر جرأة في الشاشة السودانية ومن البيئة السودانية نفسه؟ نعم، أنا أفتكر أنه هذه بداية صحيحة للطريق، أنك أنت تقدم أعمال فيها جرأة، وأننا نتحدث عن المسكوت عنه. نعم، جات ثورة جديدة في السودان، وفي فتح جديد، في شباب جديد، في رؤية مختلفة. نتكلم عشان نحن ذاته كسودان نتقدم ونمشي للقدام، لابد أن يكون في صراحة وفي وضوح وفي نقد بناء، بالتالي أنا أعتقد أنه حيكون في خطوة لقدام يتم إنتاج أعمال درامية فيها أكثر صراحة ووضوح يعني. أستاذ صلاح أحمد النجم السوداني أو الشيخ رفاعي مثل ما ظهر في ود المك، جدا شاكر لك على مشاركتك معنا، ومتمنى لك التوفيق، ومتمنى الأعمال الدرامية السودانية إن شاء الله كل توفيق،
وكل نجاح وإلى الأمام.